نشكر السيد حسن العلاف على هذه المبادرة الطيبة. وحقيقة احنا صار لنا فترة طويلة نعاني من هذه المشكلة، مشكلة تراكم الأوساخ في المناطق السكنية، خصوصا احنا يعني في تل الرمان. مثل بالثمانينات سووا حملة مال الموصل على الموصل إعمار وتنظيف. جابوا قالوا كل بيت يخلي له برميل مال تكرمون مال الأوساخ يم بيته. يجي أبو البلدية تفتر السيارة شيل كل يوم أنا أو ثلاثة في سبيل شوي، لأن هاي يلحق عليها. حقيقة احنا بيوتنا والله مليانة ذبان. يعني الذباب دمرنا فرد مرة. هسه أنت شوف هذا الوضعية، يعني أي بشر يقبلها، حتى اليهود ما يقبلونها. نشكر أستاذ حسن العلاف، خلصنا من الوسخ. والوسخ ذبحنا والجارين تجيب وتلقى حين على الشارع عندنا. ونشتكي على أهل البلدية يقولون غاز ما عندنا. وإحنا نكفوا بالكواريك. والبلدية قاعدين قادي وغاز ما عندهم يقولون. نشكر الأستاذ حسن دلونا علاف على هذه المبادرة الحلوة التي قام بها لتنظيف منطقة تل الرمان. والله لو ما هو تبهدلنا والأهالي قاعد يجيبون من طالب من قادم إلى الأخير يجيبون وسخ يقتلون هنا يوم ينظف فيها وما يقبلون والريحة يمنا هنا الباب كنا وتبهدلنا. نشكر الأستاذ حسن دلونا العلاف على هذه المبادرة، حملة تنظيف هذا منطقة شارع، فنوصل للمنطقة لا ستوني أنا، فالبلدية بلكت اللي تقولهم مكان بعيد عن المنطقة رمى الأوساخ. نشكر الأستاذ على هذه المبادرة، نشكر الجهود. إحنا هذا الوسخ هذا إحنا عدة مرات ونحكي وجينا وجماعة البلدية وحكيت معهم وقلت لهم يا أبو إحنا ريدنا هنا حافلة في سبيل حتى شنو كل الوسخ يزتوه هنا وما حد يأثنا ولا حد يجيب لنا وسخ هذا الحمد لله. عدة مرات حكينا وقلنا ما حد يسمونا بال، وكل ما حتى المهندسين جينا وقلنا لهم قالوا بسيطة ونجيكم وما حد جاء. واحنا خلف الله على هالطيبين الناس الطيبين مثل حسن العلاف وغيره وغيره نشكرهم وخلف الله عليهم وجزاهم الله خير وجماعة البلدية ومهندسين او عمال او كادر هاي خلف الله عليهم وجماعة التصوير جزاهم الله خير. احنا نريد بس شنو، احنا نريد المساعدة من الله ومنكم، واحنا يجيبونا هالحافلة من هالمنطقة.